ما عندنا أي مدرسة نفتقر بأي مدرسة موجودة في قرية جنموسان، فنتمنى يكون بعد مدرسة تكون في جنموسان أقلها يفتحون مجالات إلى مدرسة سار مثلا، تلمذة تجاري يخلونهم في سار بحيث أننا ما نقدر نودي الطالبات إلى المنارة. تقريبا فوق 250 طالب من ابتدائي إلى جامعة، وما عندنا أي مواقف، يعني مواقف غير الطلب هذا المكان ما عندنا. وهذا الصبح ساعة 6 إلى الساعة 8 مزدحم الشارع ازدحام كبير وخطير، لعدة مرات صارت حوادث إلى طلبة. الدورات اللي نقوم بتنظيمها كنا نقوم بتنظيمها على ملعب رملي عند مركز شيخ جابر الصباح، والحين صار مركز وتكنسل الملعب، وطالبنا عدة الجهات يعني ساعدونا في إنشاء ملعب، منها وزارة الأشغال والشؤون البلديات يعني شرطوا علينا توفير أرض، والأرض يعني متوفرة الأرض، يعني عند الساحل الأرض حكومية نقدر نستغلها في جميع احتياجات القرية. بالنسبة لمركز الشباب جنموسان يعني تحركنا عليه من 2004، قدمنا طلب إلى الأستاذ عبد الرحمن علي، وعلي كان مدير إدارة شؤون الأندية والشباب، وعدنا أنه بيكون طلب قرية جنموسان ضمن طلبات المستقبلية لتطوير المملكة. محتاجين إلى نظام لتصريف مياه الأمطار، لأن في موسم الأمطار تعاني القرية فيضانات بشكل كبير، يعني فيها موجودين العمال، العمالة الآسيوية بكثرة، يعني صاير منظرهم ويعني وجودهم خطر على المنطقة صاير، يعني خاصة من اللباس، من ممارسات ساعات نشوفها، يعني إضافة إلى المشروبات المقططة يعني حتى في الأسكان، يعني لما ترجعون إليه بشوفون مقططة يعني في الشارع، يعني باين الموضوع كلش خطر. يعني الحين من سكننا تقريبا سنة، الحشرات ما هي راضية تنقطع عن المنطقة، وحشرات يعني مؤذية، يعني مو حشرات بس الطاير، لا منها من القرص ومنها من ما شابه يعني. وكان واجد نعاني من السرعة، ومشكورة يعني جت تجاوبت وشفنا انه وضعت له مرتفعات، بس وجد يعني وضعت مو بشكل مناسب، وما قاعدة تخدم له القرية وما له المنطقة، وما زالت السرعة موجودة، وللأسف عددها كلش بسيط، يعني ثلاث مرتفعات ممكن إلى المشروع ككل. يعني نطالب إن احنا له ترد يصير لها مراجعة مرة ثانية إضافة زيادة إليها، لأن ما زالت السرعة موجودة في هذه المنطقة.